السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى أيها السابقون، مرحبا بكم في رحاب السابقين والسابقات. ربنا يجمعنا وإياكم دائما في الفردوس الأعلى ويغنمنا وإياكم الفوز بليلة القدر، اللهم آمين. النهاردة الحلقة رقم 22، وما زلنا نتكلم عن علو همة النساء ونذكر نماذج جميلة علشان تتأسى بهن نساؤنا في كل مكان ويعتبروهم قدوة لهن في زمن ضاع فيه أكثر قدوات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اتكلمنا المرة اللي فاتت يا جماعة عن أم سلام، أم سلام اللي هي أم أنس بن مالك. أم أنس بن مالك بعد ما مات زوجها مالك كانت تلقن أنس الشهادتين، كل لا إله إلا الله، كل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت دائما تلقنه الشهادتين وتعلمه الإيمان رضي الله عنه وارضاها. وده واجب كل أم إن هي ترضع ابنها الطاعة والبعد عن المعصية ومحبة ربنا سبحانه وتعالى ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر إن أخت سورية ربنا يحفظها ويبارك فيها بتقول إن ابنها ختم القرآن وعنده 5 سنين، فلما سألوها عن السبب قالت إن أنا وأنا كنت حامل في ابني دوت كنت دائما أقرأ كل يوم 5 أجزاء قرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. فالابن يتأثر، هو الابن بيتأثر هو في بطن أمه، طبعا بيتأثر هو في بطن أمه بالأحوال اللي عايشها الأم. ويمكن كان الأطباء عملوا تجارب على امرأة مدخنة، فعملوا أشعة تلفزيونية على بطنها على الجنين، فلقوا إن الجنين ساكن وهادي، وأول ما تبتدي تولع سيجارة بيحدث للجنين حركات تشنجية وعصبية غريبة جدا جدا جدا، فبيتأثر الجنين بأحوال أمه سواء كانت أحوال إيمانية أو أحوال غير إيمانية، أحوال فيها طاعة أو أحوال فيها معصية، الجنين بيتأثر بأمه تأثر عجيب جدا. الابن من كثر تأثره بالقرآن اللي كانت بتقرأه الأم طوال فترة الحمل نزل محب للقرآن جدا، 5 سنوات بالظبط كان خاتم القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك في أولاد المسلمين جميعا ويربينا أولادنا ويكونوا كسلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. تعالوا نكمل مع أم سليم. أم سليم كانت يعني زي ما قلت لكم كده ابنها أنس كان هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وزي ما انتم عارفين تزوجها أبو طلحة الأنصاري وكان مهرها الإسلام. أبو طلحة الأنصاري ربنا أكرمه وأنجب منها ولد، الولد ده كان لسه طفل صغير كده. ففي يوم من الأيام الولد ده مرض، والحديث في الصحيح مرض مرض شديد جدا. فأبو طلحة خارج بره رايح شغله وتجارته وزعلان جدا على الولد، فلما خرج مات الولد، مات الولد وأبو طلحة كان خارج البيت. فالمهم أم سليم ما كان منها إلا أنها كلمت أهله وأهلها، قالت لا أحد يخبر أبا طلحة بموت ولده إلا أنا، حدش يخبره. فراحت واخدة الطفل الصغير ده وراحت مغسلاه ومكفناه ومغطياه وحطاه زي ما هو. جه أبو طلحة من بره لقى زوجته أم سليم قد تزينت كأجمل ما تكون النساء وأعدت له الطعام، فسألها كيف حال الولد؟ قالت هو أهدأ ما يكون. أهدأ ما يكون تحت المعنيين إن هو مات خلاص أو إن هو خف خلاص، فهي عرضت بالكلام قالت هو أهدأ ما يكون. فأكل وشرب أبو طلحة الأنصاري وأصاب من امرأته أم سليم ما يصيب رجل من امرأته. ثم بعد ذلك قالت له يا أبا طلحة لو أن أناسا تركوا عارية عند أحد، سابوا حاجة كده إيه أمانة عند حد، ثم جاءوا بعد ذلك ليطلبوها، هل لهم أن يعطوهم الأمانة؟ لا طبعا، ده أمانة بتاعتهم ده حقهم. قالت ولكنها قد طال عليها الزمن، يعني سايبينها بقالهم 3 أو 4 سنين. قال ذلك أحرى وأدعى أن هم يردوا الأمانة. قالت إذن فاحتسب ولدك فلقد ردت الأمانة إلى خالقها جل وعلا، لقد مات ولدك. فزعل جدا وقال لها سبتيني لحد ما أكلت وشربت وأتيتك وشقيق، وراح شكاها للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بارك الله لكما في غابر ليلتكما، يقول الراوي فلقد رزقها الله عز وجل من تلك الليلة بولد صالح أنجب بعد ذلك 10 من الأولاد كلهم حفظوا القرآن، وفي رواية كلهم جاهدوا في سبيل الله جل وعلا. ده مثل عظيم جدا لعلو الهمة في الصبر على البلاء، لدرجة أن الأم بنفسها تستقبل هذا الحدث العظيم موت ابنها وطفلها وحبيبها بهذا الصبر والثبات والرضا عن الخالق جل جلاله، حتى يعني تكون مثلا لكل أم فقدت ولدها. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع المسلمين. وأنا بعطي هدية لكل أم فقدت ولدها، بعطيها هدية من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الترمذي بإسناد حسن،
يقول إن الله عز وجل يأمر ملائكته بقبض روح ابن عبده المؤمن. فإذا ما قبض روح ابن عبده المؤمن يقول جل وعلا وهو أعلم سبحانه وتعالى: أقبضتم ابن عبد المؤمن؟ يقولون بلى يا رب. أقبضتم ثمرة فؤاده؟ يقولون بلى يا رب. فيقول جل وعلا: فكيف وجدتموه وهو أعلم؟ يعني كان بيعمل إيه لما مات ابنه؟ قالوا: وجدناه يحمدك ويسترجع. أول ما مات ابنه قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول جل جلاله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يا الله. طب خذ بقى الحديث الثاني ده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث، يعني الإثم، يعني لم يبلغوا التكليف، سن التكليف، إلا أدخلهم الله عز وجل الجنة بفضل رحمته إياهم. فيقول الأولاد اللي هم ماتوا يقال لهم ادخلوا الجنة، فيقول لا، حتى يدخل أبوانا. فيقول جل وعلا: ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم. يا الله، كل ده بفضل من ربنا سبحانه وتعالى. ندي مثال ثالث جميل برضو. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك صحابي كان عنده ولد صغير، كان لما الصحابي ده كان بيقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام كان ابنه ده يفضل يتنطط حواليه ويمين وشمال، فالنبي سأله فقال: أتحبه؟ الرجل جواب عجيب جدا جدا، يعني ما سمعته من قبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ بتحب ابنك ده؟ قال: أحبك الله كما أحبه يا رسول الله. ربنا يحبك يا رسول الله زي ما أنا بحب ابني ده. يا إجابة غريبة جدا يعني. المهم بعد كم يوم غاب هذا الصحابي الجليل، فالنبي سأل عنه: أين فلان؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان من حبه للصحابة كان يتفقد الصحابة دائما: أين فلان؟ قالوا: غاب يا رسول الله لأنه قد مات ولده الذي كنت تراه، يعني ابنه اللي كان بيلعب حوله ده مات. فذهب النبي عزيم وقال له: أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله، أو أنك يعني كنت تحب أن ابنه ده يعيش عمرك كله وتتمتع بوجوده وجوازه وولاده والكلام ده كله، أم أنك تحب ألا تأتي يوم القيامة إلى باب من أبواب الجنة الثمانية إلا وجدته ينتظرك عنده؟ قال: بل لا أجد يوم القيامة بابا إلا وجدتني ينتظرني عنده. فقال: فهو لك إن شاء الله، هتلاقي منتظرك على أبواب الجنة الثمانية. فقال واحد من الصحابة: أهو له خاصة يا رسول الله أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. الإنسان لما يصبر ويحتسب إن شاء الله يؤجر يوم القيامة ويؤجر في الدنيا والآخرة. ربنا يغنينا وإياكم الخير دائما بفضل الله سبحانه وتعالى. فأم سليمة احتسبت ولدها ورضيت بهذا القضاء، فأكرمها الله عز وجل في الدنيا والآخرة، حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت أم سليم في جنة الرحمن جل وعلا، فهي من ضمن النساء اللواتي بشرن بجنة الرحمن سبحانه وتعالى. ده مثل عظيم جدا لكل أخت مسلمة إن هي ترضى بأقل القليل من أجل أن تفوز برضوان الرب الجليل. جالك واحد يجوزك، مش لازم بقى تقعد تشترط عليه شبكة ب 20,000 ومؤخر 200,000 والشقة لازم تكون على النيل ولابد أن يكون الفرش جاي من إيطاليا ولابد مش عارف إيه، وأنا مش أقل من بنت خالتي، أصل بنت خالتي جوزت مش عارف مين، وبنت عمي جوزت وجارتي وزميلتي في المدرسة جوزنا. بصي لأهم حاجة أمرك بها النبي عليه السلام، قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: إذا أتاكم، وحسن بعض أهل العلم، إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا، يعني لو ما عملتوش كده تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يا الله. أهم حاجة إنك تردم إنسان عنده دين. هتفرحي بإيه لما يجي يجوزك واحد مليونير وما عندوش دين؟ مش معنى كده إن كل مليونير ما عندوش دين، لكن أنا بتكلم عموما يعني إن لو جالك واحد عنده فلوس بس ما عندوش دين هتفرحي بإيه؟ هيجي لك ويجيب لك قصر ولا فيلا ولا ولا، ويبعدك عن طاعة ربنا ويبعدك عن جنة الرحمن ويبعدك عن اتباع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، ويكون سبب دخولك النار. يبقى فرحتي ان واحدة تفرح بقرشين ثلاثة وبعد كده تودي نفسها في ربنا عافينا عافيك؟ لا، بالعكس، ده انت تعيشي مع زوج محترم انسان فاضل يعينك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى في مقابل ان هو ياخد بايدك الى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. وانا اعطيك مثال على ذلك، مثال جميل جدا 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 فوق ما تتخيلي، بس تصلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. كان في احد التابعين وهو سيد من سادات التابعين هو سعيد ابن المسيب، والقصة اوردها الامام الذهبي في سير علام النبلاء واوردها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. سعيد ابن المسيب رحمه الله رحمه الله كان عنده بنت يعني في غاية الحسن والجمال والادب والعلم والتقوى والورع، يضرب بها المثل
مين اللي سمع عنها؟ سمع عنها امير المؤمنين في هذا الوقت عبد الملك ابن مروان. عبد الملك ابن مروان طلب من سعيد المسيب انه يجوز بنته لابنه اللي هو الوليد ابن عبد الملك. عبد الملك ابن مروان مش بيحكم دولة ولا محافظة، بيحكم 26 دولة. عايزك تتخيل معايا القصة دي يعني وتتأمليها تماما. بيحكم 26 دولة. 26 دولة وجاي يقول لواحد عايز بنتك لابني، يا دي الشرف يا دي الهنا يعني يا دي السعادة. النهاردة لو واحد عرف ان محافظ ولا وزير ولا رئيس وزراء ولا حتى مدير عام او غير، المهم يعني ايه جاي عايز بنتي لابنه، يعني يعني فرحان جدا يعني. فتخيل ان واحد طالب اني هجوز بنت سعيد المسيب لمين؟ لابن امير المؤمنين، وهو كمان بعد كده هيبقى امير المؤمنين، هيبقى خليفه من بعده اللي هو الوليد بن عبد الملك، يعني بعد عبد الملك بن مروان هيتعين بعدها برضه من ضمن اللي هياخدوا الموضوع ده الوليد بن عبد الملك. فالمهم قدر ربنا سبحانه وتعالى ان سعيد بن المسيب رفض. رفض؟ اه رفض، سبحان الله. طيب ليه يعني؟ هو كده. طب راح عبد الملك بن مروان راح موسط ناس علشان سعيد بن المسيب يوافق، راح رافض برضه. وكلم ناس ورفض، وحصلت مشاكل كبيره جدا ورغم ذلك رفض. امال جوزها لمين؟ تخيل حضرتك جوزها لمين؟ جوزها لشاب فقير جدا جدا جدا، وهتشوف دلوقتي مدى الفقر اللي هو فيه. اسمه كثير ابن ابي وداعه. كثير ابن ابي وداعه ده كان من تلاميذ سعيد بن المسيب، كان من انجب تلاميذه. غاب عن المجلس بتاع العلم حوالي 4 5 ايام فقابله سعيد بن المسيب. اين كنت يا كثير؟ قال له لقد ماتت زوجتي فكنت ادفنها. فقعدت 4 ايام كده حزان عليها يعني. فقال له سعيد بن المسيب: فهل استحدثت زوجا غيرها؟ يعني يا ترى اتجوزت تاني ولا لسه قاعد من غير زوجه؟ فقال له: يا ابا محمد، ومن يزوجني وانا لا امتلك من الدنيا سوى درهمين او 3؟ فقال له سعيد بن المسيب: لو فعلت انا تفعل؟ لو انا هجوزك بقى بنتي على 2 درهم أو 3 توافق يا كثير؟ طبعا كثير مش مستوعب الموضوع ده، مين لو عارف ان بنت سعيد بن المسيب طلبها مين؟ امير المؤمنين ورفض، هجوز الواحد ما عندوش غير 2 أو 3؟ 2 3 جنيه؟ فقال له: او تفعل يا ابا محمد؟ ابو محمد دي الكنيه بتاعت سعيد بن المسيب. قال: افعل. فقام سعيد بن المسيب في نفس اللحظه وقال: احمد الله واستعينه واستغفره واصلي واسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد يا كثير فلقد زوجتك ابنتي على 2 درهم وفي روايه على 3 دراهم. طبعا يعني طبعا كثير ده وداع مش مصدق نفسه، وكان في اليوم ده كان صايم. فبيقول: فذهبت الى البيت واقدامي تسابق الريح من فرحتي، طبعا فرحان فرحه شديده جدا. قال: وكنت صائما فسمعت اذان المغرب فعجلت بالافطار، لان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك كما تزال امتي بخير ما عجلت الافطار واخرت السحور. فالمهم قال: فعجلت الافطار. الافطار كان ايه يا جماعه؟ ما كانش مايونيز وبطن صليق وجريف فروت ومش عارف ايه والكلام ده كله، ولا شاورما ولا بتاع، كان خبزا وزيتا. يا سبحان الله، وكانوا ناس في قمه الرضا عن الله سبحانه وتعالى. ارضه بتبقى المائده مليانه من اصناف الاطعمه والمشروبات والعصائر، والراجل قاعد وزهقان وفين الاكله الفلانيه، ينفع الاكل من غير كذا، فاهم ازاي؟ طب فين الجمبري وفين اللي مش عارف ايه؟ سبحان الله، وقليل من عباد الشكور. قال: فعجلت الافطار فكان خبزا وزيتا ولسه بياكل بسم الله. قال: فسمعت احدا يطرق على الباب فقلت: من؟ فقال: سعيد. قال: ففكرت في كل سعيد الا سعيد بن المسيب. ليه؟ قال: فانه لم يرى منذ 40 سنة الا ما بين البيت والمسجد. 40 سنة يا جماعه ما بين البيت والمسجد، ما بيروحش اي حته تانية. قال: ففتحت فاذا هو سعيد بن المسيب اللي هو شيخه بقى. فقلت: يا ابا محمد يرحمك الله، هل اخبرتني حتى اتيك؟ معقول انت اللي تجيني لحد عندي؟ فقال له سعيد بن المسيب: شوف تواضع العلماء، قال: مثلك احق ان يؤتى، ده انت اللي ليك حق علينا، احنا نجيلك لحد عندك. ثم قال له: يا كثير، لقد سمعت انك شاب عزب، انا عرفت منك النهارده انت زوجتك ماتت، فكرهت ان تبيت الليله بلا زوجه. يا الله، تعال النهارده بقى نشوف اللي الحماوات بيعملوا ايه النهارده، والرجاله بيعملوا ايه النهارده في اللي جاي يتقدم لبنته. ربنا عارفين عافيك يعني ذل الابل بيرهوله، فاهم ازاي؟ وكيب كذا وتسوي كذا، وما كانتش الشقه تبقى 5 مطارح و3 4 حمامات و2 ريسبشن، نكون مستويين
والسيراميك مش عارف ازاي، ده الجوازه بتبوظ على رجل الانطريه، مش مذهبه، فاهم ازاي؟ يعني سبحان الله. فقال: فكرهت ان تبيت الليله بلا زوجه. زوجته اللي هي بنت سعيد المسيب كان حاططها فين؟ ورا ظهره. هو طبعا جوزها له خلاص، قد زوجتك على درامين او ثلاث. وراح واخد البنت وحطها في قلب الدار وقفل الباب ومشي. ما جاش بقى في وسط الموضوع ده وقال له: طب يا ابني معلش يعني برضه عشان ضمان مستقبل البنت، يعني مش معقول اسيبها كده. طب يا حبيبي ادي الزوجه ايه بس، معلش بس امضي هنا بس على الورقه دي ونبقى نتفاهم بعدين. طب يا حبيبي بس القايمه بس، فاهم ازاي؟ ما عملش الكلام ده خالص. ما خسرش جوز بنته عشان دنيا. وده مش معناه ان احنا برضه ما نأمنش بناتنا، نأمنهم في زمن خربت فيه اكثر الزمن، صح؟ بس ما يبقاش الدنيا بالمنظر ده، ما تبقاش الموضوع عباره عن بيع وشروه، لا الموضوع مش كده خالص. فقال: هذه زوجتك، وراح قافل الباب وماشي. ايه اللي حصل؟ خد بالك بقى. قال كثير بن ابي وداعه: فسقطت المراه من الحياء. من ايه؟ من الحياء، الله يرحمه كان راجل طيب، فاهم ازاي؟ يعني كانت المراه مجرد ما تشوف راجل يغمى عليها. دلوقتي احنا بنمشي نتعاكس في الشارع يعني، فاهم ازاي؟ فسبحان الله. فايه؟ فسقطت المراه من الحياء. قال: فحمدت الله عز وجل. ليه؟ قال لي ان انا خفت لحسن تشوف في ليله الدخله الخبز والزيت، يعني ليله الدخله خبز وزيت وبعد كده هناكل كراتين، فاهم ازاي؟ فقال: اما انا فخبأت الخبز والزيت وصعدت على سطح البيت. ليه؟ عشان ينادوا على واحد صاحبه ساكن في البيت اللي جنبه عشان يجيب له اي حاجه يعني فلوس كده عشان ايه يقدر يعيش مع الزوجه دي شويه لحد ما ربنا يفرج يعني. فنادى: يا فلان يا فلان، اتري ام كثير كانت قاعده عند ام فلان ده. فطلعت: ماذا تريد يا كثير، بتنادى على صاحبك ليه؟ قال: لا ابدا يا امها، تزوجت فاحتاج الى بعض المال حتى استعين على عيشي مع زوجتي. قالت له: تزوجت يا كثير؟ قال: لا اجل يا امها. قالت: فوجهي من وجهك حرام ان قربت منها قبل ثلاث، اوعى تقرب لها قبل ثلاث ايام، خدها كده بظبطها كده وبعدين تتجوز. قال لها: حاضر. فجت الام كثير وراحت واخده البنت مفوقها وراحت واخدها عندها البيت. ثلاث ايام بقى صنفره ودوك وش اول وش ثاني وظبطتها وخليتها زي الفل وراحت مدخلها على ايه؟ على كثير ابن ابي وداع. قال: فدخلت بها فاذا هي من اجمل النساء واذا هي من احفظ النساء لكتاب الله ومن اعلم النساء بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اعلم النساء بحق الزوج. قال: فبت معها بانعم ليله، فلما اصبح الصباح اردت ان اذهب لاتعلم العلم على يد ابيها سعيد بن المسيب. فقالت: الى اين انت ذاهب يا كثير؟ قلت: الى مجلس ابيك حتى اتعلم العلم. قالت: لا بل اجلس انا اعلمك علم سعيد بن المسيب. الله اكبر، ما شاء الله، ادي النساء. ده كان اخر انتاج المصنع، بعدها قفل. خد بالك يعني سبحان الله، الواحد يقول لا النساء بالمنظر ده كان كمل الكتيبه كلها يعني، فسبحان الله. قالت: اجلس انا اعلمك علم سعيد ابن المسيب. وجلست تعلم كثير ابن ابي وداعه علم ابيها سعيد ابن المسيب. عشان تكون عندك الهمه العاليه دي اختنا الفاضله ان انت تطلب العلم لحد ما تعلمي زوجك واولادك، ومش عيب يعني الزوج لما يتعلم من زوجته مش عيب، لو عندها علم ما شاء الله اتعلم منها. والانسان يقبل الحق من اي انسان كائنا من كان، ايه المشكله؟ فهذا مثل عظيم جدا عشان تعلو همم النساء وعشان نشوف نوري النساء ونوري الرجاله برضو قد ايه النساء كان عندهم ما شاء الله علو همه في كل انواع العلوم بل وفي كل مناحي الحياه بفضل الله سبحانه وتعالى. اخر مثل نختم به وزي ما قلت لكم ان من اخصب تخير، لكن انا بقول ان من اخصب تحير، انا محتار الاقي مين واسيب مين، لكن نختم باخر مثل في علو الهمه في البذل والعطاء والتضحيه من اجل دين الله عز وجل، مثال عظيم جدا الا وهو الخنساء. الخنساء دي يا جماعه في الجاهليه قبل ان تسلم كان ليها اخ برضه كافر كان اسمه صخر. صخر دوت في يوم من الايام واحد قتله. فلما مات قالت الخنساء: والله لأملأن الدنيا عويلا وبكاء على صخر. أنا أفضل بقى كده أفضل عيط عليه واملأ الدنيا كلها والناس كلها تتكلم وتتحدث في الكتب والتواريخ عن بكاء على صخر. وكانت تنشد شعرا سطره التاريخ، كانت تقول: يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. اللي هي بيسموها العلماء ايه؟ التسلي، التسليه. الانسان يتسلى بمصيبه غيره. انسان بيبقى مريض بمرض معين ربنا يشفي من المرضى المسلمين، وهو قاعد في البيت حاسس بان ما فيش حد مريض في الدنيا غيره،
طيب اتنقل المستشفى ودخل عنبر فيه كل الناس مرضين نفس المرض بتاعه، خد بالك، فنايم على السرير، اللي جنبه بيتوه واللي قدامه بيصرخ واللي هنا مركب له اكسجين واللي دوت موصلين له المحاليل، فلما يشوف اللي حواليه يقول لا ده انا الحمد لله رب العالمين ده انا احسن من غيري، فيهون عليه مصيبته لانه راى مصائب غيره. واحد ابوه مات فحزنان عليه، فلما يفتكر ان ناس كثيره جدا بهبهاتهم اباتهم ماتوا فيعني برضه بتهون عليه المصيبه. واحد ابنه مات فلما يعرف ان في ناس كثيره جدا ابنائهم ماتوا فبتهون عليه المصيبه وهكذا. فبتهون المصائب لما ايه؟ لما تشوف غيرك اصيبه وابتلي بنفس المصيبه. ولذلك كان من ضمن عذاب اهل النار المعنوي ان ما فيش تسليه. انت عارف عذاب اهل النار ربنا عارفين فيك، في عذاب حسي وعذاب معنوي، والعذاب المعنوي عند اهل النار اشد من العذاب الحسي. يعني من ضمن العذاب المعنوي مثلا على سبيل المثال ان اهل النار بتتضخم اجسامهم ضخامه غير عاديه، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه مسلم والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرس الكافر، وفي روايه ناب الكافر يوم القيامه مثل احد. ضرس الواحد انسان في بقه 32 ضرس وسنه، كل سنه وكل ضرس في حجم جبل احد. تقول الكلام مش معقول، هقول لك كلام معقول لما تشوف بقيه الحديث. ضرس الكافر يوم القيامه مثل احد وسمك جلده 40 ذراعا، وفي روايه 70 ذراعا. ولا اختلاف بين الروايات ان كفر بين الناس عز بالله من يكفر يعني يختلف كفر هذا عن هذا. وسمك جلدي، طب اسمعنا الجلد مش اللحم ولا العظم؟ قال لك لان مراكز الاعصاب كلها في الجلد مش في اللحم. والدليل على ذلك قول المولى عز وجل في سوره النساء كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يبقى الذوق فين؟ في الجلد. خد بالك؟ وسمك جلده 40 ذراعا ومجلسه من جهنم، وفي روايه ما بين منكبيه كما بين مكة والمدينة. من مكة والمدينة دي حوالي 450 كيلو. حط بقى في الجسم ده كده 32 جبل أحد يبقى مظبوط صح كده، ويبقى ايه ودرس الكافر. فضخامة جسم عجيبة جدا. طب ليه؟ قال لك أصل نار الآخرة مش زي نار الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، وفي رواية أحمد هي جزء من 100 جزء. فقال يا رسول الله وإن كانت نار الدنيا لكافية، يعني لو هنتعذب يوم القيامه بنار الدنيا ده كفايه قوي. قال اجل ولكنها فضلت عليها، يعني نار الاخره فضلت على نار الدنيا ب 69 جزءا كلها مثل حرها. فالنار الضخمه دي عايزه جسم ضخم برضه عشان بقى تفضل تاكل فيه ومش عارف ايه، واول ما يخلص الجلد يطلع له جلد ثاني يخلص، وهكذا الى ما لا نهايه. ربنا عارفين وعافيكم يا رب العالمين، واجعلنا واياكم من اهل الفردوس الاعلى، اللهم امين. خد بالك بقى، فده عذاب حسي. عذاب حس تاني بقى الغسلين والغساق والزقوم ومش عارف ايه وأودية النار ونار فوق ونار تحت والمهاد من النار والفراش من النار والغطاء من النار والاكل من النار والشرب من النار. عذاب ربنا عارفين عفيك ده عذاب حسي. طب العذاب المعنوي كلما دخلت أمة لعنت أختها، يبقى هما الاثنين في النار وده بيشتم في ده وده بيشتم في ده. يقول له انت السبب، انت اللي اديت النار جهنم، انا كنت كويس وانا كنت وكنت وانت السبب، انت اللي اغوتني، انت اللي دمرتني. كلما دخلت أمة ايه لعنت أختها. عذاب ثاني معنوي من ضمن العذاب المعنوي ان يعني ايه، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ان ما يخش عصاة الموحدين النار مع الكفار. ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان الكفار هيقولوا لعصاة المسلمين ما اغنى عنكم اسلامكم، انتوا اسلمتوا وكده واحنا كفرنا واحنا الاثنين في النار مع بعض. فيغضب الله عز وجل للموحدين فيامر الملائكه فتخرجهم من النار. خد بالك بقى، فلا يبقى في النار الا من سيخلد في النار، فتغلق عليهم ابواب جهنم ويحبس كل واحد منهم في مكان فلا يرى الاخر، فيظن كل واحد منهم ايه؟ ان هو فضل في النار لوحده. خدت بالك؟ طب هو كان يعني رغم عذاب النار شديد و لكن كان بيتسلى ان اللي جنبه برضه بيعذب، انما بقى لما يتحبس لوحده فيقول لك ايه؟ سجن انفرادي في النار. تخيل؟ فيظن ان ما فيش حد في النار الا هو لوحده بس، يبقى ما عندهمش عذاب، ما عندهمش ايه؟ التسليه. يبقى من ضمن العذاب الذي يسلط على النار ان مفيش تسليه في النار. لكن اشد عذاب لاهل النار هو ايه؟ حجبهم عن رؤيه الواحد القهار سبحانه وتعالى. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولذلك قال الامام ابن القيم في حد الارواح رحمه الله رحمه واسعه قال: والله ما تلذذ اهل الجنه بنعيم مثل رؤيه وجه الرب الرحيم، وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، الذين احسنوا الحسنى وزياده، وما تعذب اهل النار بمثل عذاب حجبهم عن رؤية الله، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نرجع للخنساء في عجلة سريعة كده. فالخنساء لما مات صخر
قعدت بقى تقول الشعر ده وبكاء وعويل. طب بعد كده اسلمت، لما اسلمت واولادها بقى كبروا وجوزها مات خلاص، فادركت معركه القادسيه في زمن عمر بن الخطاب، كان قائد معركه القادسيه كان سعد بن ابي وقاص، فراحت مقدمه اولادها الاربعه وراحت مجمعاهم تعالوا، قالت والله يا اولادي انكم لابناء رجل واحد، واني لاحتسبكم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، فاصبروا وتكفنوا وتحنطوا واخلصوا الجهاد في سبيل الله. الا اربعه دخلوا والا اربعه استشهدوا، فجاء الناس يهنئونها ابشري فقد استشهدوا، قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم واني لاحتسبهم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. دي كانت امثله بسيطه جدا لعلو همه النساء، اسال الله عز وجل ان تعلو همم نسائنا باذن الله جل وعلا، وان يجمعنا بكم جميعا في جنات الفردوس التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نلتقي غدا ان شاء الله على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.